سلسلة السرقة والأكشن الجديد كلايدوسكوب اللي تقدر تتابع حلقاته بطريقة عشوائية. اختلاف ترتيب الحلقات تعطيك ترتيب زمني مختلف وتجربة مختلفة ونهاية مختلفة، لكن في كل الأحوال القصة هي نفسها، واللي هي عن لصوص يحاول إنهم يسرقوا مستندات بقيمة 7 مليار دولار، لكن الجشع هو اللي يلعب فيهم. مسلسل مختلف بتجربة ممتعة، وأنا شخصيا تابعت المسلسل من الحلقة الثامنة إلى الحلقة الأولى وجدا استمتعت، مع انه بهذا الترتيب انحرقت علي اشياء مره كثير، لكن اتوقع المخرج عاوز كذا. لو باقي ما تابعت المسلسل ركز معايا، لانه حاعطيك الترتيب الزمني للحلقات وانت بكيفك اختار اللي يناسبك. الحلقه بعنوان الاصفر احداثها قبل 6 اسابيع من السرقه، والاخضر 7 سنوات قبل السرقه، والازرق 5 ايام قبل السرقه، والبرتقالي قبل 3 اسابيع من السرقه، والبنفسجي قبل 24 ساعه من السرقه، والاحمر صباح ما بعد السرقه، والوردي بعد 6 أشهر من السرقة، وأخيرا الأبيض هو اليوم اللي صارت فيه السرقة. وفي النهاية تقييم الشخص للمسلسل كلايدوسكوب هو 7.5 من 10. سلام.